طيب خلينا نشوف بعض أمثلة على simulators. Examples of simulators. مثلا airplane simulator أو airplane simulators of aircraft. حكينا عنه بشوية تعليم. مثلا ممكن اعمل سيميليشن للمراجعين اللي موجودين في دائرة في البنك مثلا، عددهم وايمتى بوصلوا وقديش باخذ فترة انه يعالج الطلب تبع هذا المراجع في البنك، وكم كاونتر احط. هذا مهم جدا حتى اعرف كم كاونتر احط، كم موظف هذا عدد المراجعين. من هون سيميليتر of a bank with servers and customers. مراجعين في البنك او مثلا مكتب بريد، مثلا ممكن نفس الشيء بوست اوفيس. اذا عندي مكتب بريد ممكن اعمل سيميليشن لسيستم زي سياره مثلا. حكيت لكم مثلا ممكن نعمل سيستم مثلا يعمل موديلينج موديل اوف ذا بلاد او ذا جلوكوز ليفل ان ذا بلاد اوف ا بيشنت. ايش في امثله مثلا؟ طبعا ويذر فوركاستنج، هذا من اعقد السيميليترز. كيف اتنبأ؟ هون بتصير مشكله الراندوم بريدكشن. كم يوم بقدر اتنبأ حاليا بالطقس؟ تقريبا ست ايام بدقه، بعد هيك بصير ضعيف جدا هذا. طبعا هذا له اسباب معقده جدا، احد من هالاشياء الكايوس، النظاره اللي اسمها كايوس، بس هاي بتبين الصعوبة في التنبؤ بالاشياء الراندوم. ممكن دكتور كمان منشآت جيدة هي structures. إذا building structures. building structures bridges مثلا، كل الأشياء عمالنا نطلع مبنى ضخم جدا، مش معقول نروح ابني المبنى وبعدين اشوف انه بتحمل اللودز المختلفه وما بتحمل اللودز المختلفه. بيلدينج ستراكشرز. ايش كمان انتم اعطوني امثله؟ الضوابط العسكريه. تمام. اذا ميليتري مثلا مرات بيعملوا ميليتري جيمز. جيمز مش معناها كلمه مش العاب اطفال يعني او شيء. كيف انا مثلا مناورات العسكريه وكيف انه هذا في بقى. بعدين شغله مهمه جدا الوباء، انتشار الوباء. خلينا نحط ميليتري زي كذا تاكتكس اند جيمز زي ايش؟ تمام. وبعدين مثلا هاي مهمة جدا، لو عندي وباء معين ايش العوامل اللي راح تؤدي لانتشار هذا الوباء؟ وايش العوامل اللي ممكن اعملها حتى تخفف من انتشار الوباء؟ مثلا الايبولا لا سمح الله مثلا او شيء او امراض المعدية. اذا هون موديلينج اند سيميليشن contagious الماضي الساري والماضي contagious diseases مرات نسميهم epidemic يعني وباء. مش شخص، مرات نحكي عن شخص وباء مش هذا المقصود. وباء epidemic. هلا ممكن كمان economy مثلا model of the economy. هذا مهم جدا، هذا بيساعد صانعي القرار الاقتصاديين انه يتخذ القرارات الصحيحه، بيكون في التضخم والبطاله والفائده. نعم.
ممكن تعمل سيميليشن لتركيب البراد داخل المواد. تمام اوكي، ممكن تسيميليت مولكيولار ستراكشرز وتصنع مواد جديده. ممكن يعني مثلا بروتينات، احيانا بيشتغلوا بدهم يعملوا بروتينات جديده، السيكونسينج هذا ايمتى احط الامينو اسيد الاول والامينو اسيد الثاني وشو البروتين الجديد اللي ممكن اطلع فيه، هذا ممكن اعمل له موديلينج. اذا الموديلينج اوف مولكيولار ستراكشرز بس طبعا احنا هون في السياق اللي احنا بنحكي فيه بالميكاترونيك سيستمز عم نحكي عن كومبلكس انجينيرنج سيستمز، فهدفنا احد الليرنينج اوتكمز في هذه الماده انه نفهم كيف نعمل موديلنج للسيستم قبل ما نبني هذا السيستم ونشوف الاداء تبعه وايش راح ينتج عنه.